لا لا مش عايز، لا مش عايز حضرتك دلوقتي ان الناس تبقى في صف وهنحمي الموضوع. اذا كان في حد من الناس دي عايز يتكلم يجي يفضل يتكلم واحنا لو سمحت. لو سمحت لو سمحت عايز يقعد يقعد، انا عايز اقعد عايز يمشي. ماشي خلاص عايزين ندخل المسجد. شيل العساكر دي من هنا، شيل العساكر قدام باب ربنا. خش يا عم، خش